نبقى في ذات الملف، فعلى بعد أيام فقط على دخول الاجتماعي يبدو أن حكومة سلار ستواجه متاعب عدة، خاصة في ظل إصرار الجبهة الاجتماعية على التمسك بمطالبها رغم الوضعية الاقتصادية الحرجة. تفاصيل أكثر مع محمد بومجو. مع بوادر الأزمة الاقتصادية نتيجة تراجع أسعار النفط وتواصل تهاوي الدينار، يبدو أن نقابات العديد من القطاعات تحضر نفسها عشية الدخول الاجتماعي لتحميل حكومة سلال أعباء أخرى تتعلق بمطالب اجتماعية. ما نتراجعوش على مطالبنا، ولكن كاين حوار مستمر مع الوزارة، كاين نحكموا بيناتنا للواقع المعاش، لا بد ان نحكموا بيناتنا، لكن ما نتنازلوش على مطالبنا لان انتفاضة نتاع عمال القطاع. وضعية الاقتصاد الجزائري وتوجه الحكومة نحو إجراءات تقشفية جعلت بعض الشركاء الاجتماعيين يأخذونها بعين الاعتبار وتفهم الوضعية المالية الحالية. بالنسبة للسياسة تاع التقشف في تمسنا وراحين كقطاع التربية يكونوا ربما من المبادرين اللي يدعوا لتحقيق هذه السياسة، لأن مش ممكن احنا نكونوا في وضع مريح في وضع تاع مطالب ويكون المجتمع ككل يعاني من أزمة. هي مطالب باتت مرفوعة مع العديد من الشركاء الاجتماعيين، فحتى الآئمة بدورهم يحملون الوزارة الوصية التقاعس في الرد على انشغالاتهم. نحن نتعاون مع كل الخيرين بنية طيبة وبطرح سليم وبتفهم حال الوضع الاقتصادي المتعلق بالتقشف وترشيد النفقات الذي نراه ظاهر للعيان بينا واضحا أن القطاع هو المقصى منذ الاستقلال. أيام فقط تفصلنا عن الدخول الاجتماعي، فهل سيجد وزراء سلال وصفة تمكن من تجاوز هذه العقبات وتحقيق دخول اجتماعي هادئ؟